أهلا بكم إلى المساء. قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستين ليغارد إن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه عجزا في موازناتها إذا استمر هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد أن أنهت العقود الآجلة لخام برنت القياسي أمس الجمعة تداولات الأسبوع بسعر 86 دولار للبرميل. يأتي هذا فيما أعلن وزير المال الكويتي أنس الصالح خلال افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء المال ومحافظي المصارف المركزية الخليجية أن الهبوط المتسارع في أسعار النفط بات يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات. ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا في المساء. معنا من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان، ومعنا من دبي مستشار الاستثمار الدولي الدكتور علي الحديثي. ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. بداية أبدأ هذا الحوار مع الدكتور محمد الصبان. دكتور محمد، استمعنا طبعا إلى حديث كريستيان ليغارد وحديث يعني أكثر من خبير في الواقع تحدثوا في الإعلام في الأيام يعني الماضية. إلى أي درجة تشكل هذه التحذيرات تهديدا حقيقيا لاقتصادات الخليج، ويعني مدى الاحتمالية في حدوث ذلك أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أنا في تصوري أن أسعار النفط وانخفاضها في الآونة الأخيرة كان بمثابة مفاجأة للبعض، وإن كنا نتحدث عن هذه السلسلة من الانخفاضات من قبل أكثر من عام من الآن. الوضع الاقتصادي الخليجي يمر بمرحلة لا بد له وأن يراجع أسس وأساليب الإنفاق المحلي الحكومي، بمعنى أنه لابد أن يكون هنالك ترشيد للإنفاق والتحسب. حتى لو لم تنخفض أسعار النفط لابد أن يكون هنالك نظرة بعيدة لإزالة كل أساليب وكل أنواع الهدر الموجودة في موازين أو ميزانيات دول مجلس التعاون. نحن نعرف أن دول مجلس التعاون قد تعودت على سعر 100 دولار للبرميل وأكثر، وبالتالي بنت إنفاقها على هذا المستوى. يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية سعر تعادل الميزانية حوالي 85 دولار للبرميل، الكويت في أقل وهكذا. فالمشكلة الأساسية هنا أنه لو لم تتحقق هذه الأسعار فإن هنالك بوادر لعز في ميزانيات دول الخليج، وهذا لا يمكن تحمله في الأمد المتوسط والطويل. ربما في الأمد القصير تستطيع هذه الدول أن تسحب من احتياطياتها، وخاصة الدول التي تمتلك صناديق سيادية تستطيع أن تسحب أجزاء متزايدة من احتياطاتها المالية من أجل إعادة التوازن للميزانية. لكن أيضا هذا أمر خطير، لأنه السحب من الاحتياطي يؤثر ويربك حجم الاحتياطي المالي لهذه الدول. ولذلك فإن من الأفضل لهذه الدول أن تتجه إلى ترشيد الإنفاق وتتجه إلى إزالة الهدر الموجود وإزالة كل التعثرات أو التعثر الموجود في مختلف المشروعات في الخليج. نعم، أنتقل إلى الدكتور علي الحديثي من دبي. دكتور علي، إذا ما تحدثنا عن هذه طبعا الانخفاضات والتراجع في الأسعار، ما هي التوقعات؟ هل ستدوم؟ هل ستبقى بهذه الوتيرة تعتقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام لقناتكم الغراء. وأود أن أوضح أنه أسعار النفط دائما تركن إلى النقاط التالية اللي يحكم بها العرض والطلب أولا قبل كل شيء، القاعدة هذه. وعلينا أن ندرك بأن هنالك الموجود الفعلي الآن العرض كثير والطلب أقل والنمو أقل من المتوقع، زائدا
دخول أمريكا بشكل زاد عن 9 مليون برميل، والآن على الصخر الزيتي وغير تريد أمريكا أن ترفع إنتاجها وتهول حتى لو إعلاميا. هذا الأمر كله يؤدي بالنتيجة إلى استمرار عملية انخفاض الأسعار، أنه إذا لم يكن هناك العرض أكثر من الطلب، إذا لم يكن الطلب أكثر من العرض أو على الأقل موازي له أو أقل بقليل، أكيد سيكون هناك انخفاض. وهنالك أسباب أخرى جيوسياسية، أن هناك لغرض ضرب بعض الأذرع العدوانية التي تهدد الخليج من خلال عملية تخفيض أسعار النفط من قبل دول الخليج أو دولة على الأقل من دول الخليج، بغي ضرب الأذرع لتلك الدولة التي تهدد، أصبحت دول الخليج في اليمن وإلى آخره، واقتصاد تلك الدولة وأصلا منهار داخلية. ولكن دكتور علي، فقط في هذه الفكرة التي قدمتها عن يعني المشاكل في المنطقة والتدخلات وكذا، أليست من المفترض أن ترفع أسعار النفط؟ نحن نراها تنخفض الآن. أنا جايك والحديث عن التوتر السياسي بشكل خاص، يعني نعم، يعني الذي يؤدي دائما إلى انخفاض أسعار النفط عاملين رئيسيين. طبعا العامل الأول اللي إحنا الآن موجود في السوق هو أنه العرض أكثر من الطلب، هذا كقاعدة. والاستثناء والثاني الذي يؤديه استثناء هو التوتر والحروب في المنطقة وتعرض المنطقة إلى مخاطر سياسية أو عسكرية. الآن الاثنين هذه أصبحت متوفرة، يعني المفروض الأمر هذا يكون يؤدي إلى، هل المخاطر هذه تؤدي إلى زيادة على طلب النفط أولا، وتؤدي بالتالي إلى زيادة الأسعار. الأمر اللي إحنا الآن نلاحظه أنه العرض يزيد والطلب يقل أولا. اثنين، التنمية ليست كما ينبغي، الموضوع أقل، يعني النمو الاقتصادي أقل مما كان متوقع. ثلاثة، التهديدات تزداد يوم عن يوم، أما الأسعار تنخفض. هذا غريب في حسابات السياسة النفطية عبر يعني عقود الزمن. وبالتالي يعني هنالك، حكيت لك على الجيوسياسي لهذا، هذا يعني حسب ما يتحدث به الكثير، إن كان هو المؤثر في هذا أو خربط المعادلة أو أثر على المعادلة جعلها عكس المتوقع، أو كان بدقة، يعني لا نستطيع أن نجزم بذلك 100% إحنا كمحللين. ولكن الموضوع أمامنا إنه القاعدة إنه الطلب أقل من العرض والتوترات تزيد السعر الآن. نعم. الاثنان متوفران والنفط فيه، وأنا جيد. أتوقع مزيدا من الانخفاض أكثر من هذا السعر أيضا. جيد دكتور محمد، طبعا استمعت إلى حديث دكتور علي، بداية هل تتفق معه على موضوع الأسباب، يعني موضوع هو موضوع العرض والطلب، وإذا كان الموضوع هكذا كيف يمكن معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض يعني أسعار النفط؟ أنا أتفق مع زميلي الدكتور علي فيما قالوا، ما عدا نقطة واحدة وهي الخاصة بالأسباب السياسية التي ذكرها، وأن هنالك محاولة للتأثير في دخول بعض الدول المنتجة نتيجة لأزمات المنطقة. هذا غير صحيح. أنا في تصوري أن السبب أو انخفاض الأسعار سببه الرئيسي هو كما ذكر الوجود الفائض في المعروض النفطي، وهذا له فترة بدأ يتراكم هذا الفائض نتيجة للأسباب التي ذكرت، ومنها زيادة إنتاج النفط الصخري. النفط الصخري الآن في حدود 3.5 مليون برميل في الولايات المتحدة، سيصل إلى 4 مليون بداية العام القادم، وسيصل إلى 6 مليون في عام 2020. هنالك أيضا بعض الدول الأخرى خارج الولايات المتحدة التي ستبدأ في إنتاج النفط الصخري. تكاليف النفط الصخري خفضت إلى أقل من 40 دولار، وهذه مفاجأة كانت لكثير من دولنا. وبالتالي لو انخفضت الأسعار إلى 40 دولار سيستمر المنتجين الحاليين للنفط الصخري سواء في الولايات المتحدة أو غيرها، ولذلك لابد أن نتأقلم مع وجود النفط الصخري. أيضا غير النفط الصخري، النفط التقليدي هنالك زيادات كبيرة في الإنتاج من الدول، سواء دول الأوبك أو دول من خارج الأوبك. على سبيل المثال ذكرت أن العوامل الجيوسياسية
التوترات الموجودة مثلا في العراق وليبيا. في الواقع خلال العام الحالي زاد إنتاج ليبيا من 100,000 برميل يوميا إلى 900,000 برميل يوميا، وبالنسبة للعراق زاد من 2.5 مليون برميل يوميا إلى الآن في حدود 3.5 مليون برميل يوميا. إذن ليس هنالك انقطاع. التخوف في الأسواق حينما يحدث انقطاع نتيجة للتوترات السياسية. ميزة العراق أن معظم الحقول هي في الجنوب، وبالتالي لم تتأثر. الحرب على داعش هي في شمال، صحيح في الموصل إلى آخره، لكن لم تتأثر حقول الجنوب. في إجمالي هذا، طبعا روسيا على سبيل المثال زادت إنتاجها إلى 10.5 مليون برميل، وهي التي تطالب دول الأوبك أن تخفض من إنتاجها. لا يمكن لدول الأوبك أن تخفض من إنتاجها لوحدها. هنالك مقولة ذكرها الرئيس صايب سلام رحمه الله، ذكرها لي والدي ولم أكن في عهدي، أنه قال نظرية أو مبدأ التفهم والتفاهم، بمعنى أن على روسيا وغيرها من الدول من خارج الأوبك وأيضا دول الأوبك أن تتفهم الوضع الحالي وأن تبدأ في التفاهم مع بعضها إذا أرادت أن ترفع أو تحسن أو تبقي الأسعار. نعم. دون أن تنخفض إلى مستويات أقل من مستويات الحالية. طبعا الدول الأخرى ليس لم تبدي أي استعداد، لا روسيا لا النرويج لا المكسيك إلى آخره. كل هذه الدول هي في الماضي ولا زالت إلى الآن تعتبر فري رايدرز، راكب مجاني، تنتظر ماذا تفعل أوبك من أجل أن تقوم أو أن تستفيد من الأسعار. جيد دكتور محمد، دعنا ننتقل إلى المملكة العربية السعودية. دكتور محمد دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى، وأنت يعني كنت تريد التحدث عن المملكة. أريد أن أسأل الدكتور علي عن تأثير هذا التراجع على الموازنات في دول الخليج العام المقبل، وتعلم الموازنات هي تتعلق بكل شيء، سواء البنية التحتية في المواضيع التنموية في كل شيء. هل ستتأثر هذه الموازنات العام القادم إذا ما استمر هذا التراجع؟ نعم، بس عندي فد تصحيح بسيط إذا تسمح لزميلي. تفضل على عجالة دكتور علي. دكتور محمد. نعم، بالنسبة أنا لم أقل أنه هذه الدول التوترات أوقفت أو خف فيها تصدير النفط، لا. أنا قلت هناك ما يقال ويشاع أن هنالك بالجو السياسية هنالك اتجاه لعملية التخفيض في سبيل إيقاف دولة من عدوان في المنطقة كذا، كما يقال كما وضحت لمدي، فقط هذا اللي أقصده. وليس أقصد أنه دول العراق أقل إنتاجه أو ليبيا أو غيرها، لا، هي مستمرة على زيادة. هذا واحد. اثنين، ما يتعلق بالآثار السلبية لعملية انخفاض أسعار النفط. أولا، تعلم أنه ويعلم المشاهد الكريم أن هذه الدول بالذات الدول الخليجية يعني عموم ميزانيتها أغلبها على موضوع النفط عامل مؤثر وحاسم فيها، وبالتالي أكو سعر أساسي يسموه، يعني تبني ميزانيتها على سعر مثلا $80 أو $90 أو $100، فتبني أنفاقها وتبني مشاريعها وميزانيتها وتنميتها وكل الأشياء الاقتصادية الممتدة من ميزانيتها تبنيها على هذا السعر. عندما يحدث مثلا جاب قوي بين هذا السعر وبين السعر الحالي الذي أصبح سعر راهن وبانخفاض، أكيد سينعكس سلبا على هذه المشاريع في التنمية، سينعكس سلبا على الإنفاق، سينعكس سلبا على موجبات كثيرة الدولة ملتزمة فيها تجاه شعوبه وتجاه موازنتها، وتجاه إن كانت موازنتها ستتأثر بشكل كبير أو تصبح فيها الموازنة عاجز كبير إلى غيره. وبالتالي مطلوب من هذه الدول الآن أن يعني طالما نحن أشرت أنا وأشار زميلي أيضا أكد ما الاتجاه الأمريكي الآن في موضوع إنتاج النفط والزيادة بهذا الطريق والفائض اللي غير اللي أصبح يعني بشكل مباشر يأثر تؤثير كبير على السعر، فعلى دول الخليج أن تبدأ من الآن عملية دراسة حقيقية وجدية لإعادة جدوى وإعادة تنظيم لعملية الإنفاق وإعادة سعر أساس النفط وليكن $70 بدل أو $65 بدل من 80 أو 90، لأنه هو وصل 86 احتمال ينزل ل 75، فأنت احتياطا تبدي مثلا $70، فتبدي أنت هون من 90 إلى 70 راح يكون عندك جاب قوي. كيف تعوض هذا؟
تعوضوا بإعادة ترشيق الإنفاق، إعادة ترشيق التنمية. هو يعني أوردي حينعكس طبعا على مستوى الإنفاق، على مستوى المشاريع، على مستوى الكثير من الأمور، ولكن أنت يعني الضرورات تبيح المحظورات. أنت أمام عملية تتصرف بضوء ما موجود عندك، هذا الموجود عندك بدل الخزين ماله هكذا يكون، عليك أن تتصرف كقيادة، وإن شاء الله يعني قيادات الخليج واعية لهذا الأمر، أنه تعيد دراسة الأمر وتوضع هذه الآفاق بالطريق الذي يؤمن انسيابية النفقات وانسيابية التنمية، بحيث أنه تكون بمستوى موازي لما هو وصلت قادم الفكرة. ودون أن تكون أمام. جيد دكتور علي، وصلت الفكرة. يعني أيضا زاوية أخرى أسأل دكتور محمد صبان. دكتور محمد، ماذا عن القطاعات الأكثر يعني تضررا إذا ما حدث هذا الموضوع أو متأثرا في الخليج، وما هي الدول التي ستتأثر أكثر من دول أخرى في الخليج؟ شكرا، أعتقد أنه هذا سؤال مهم. في تصوري أن هنالك مع وجود الاحتياطيات الكبيرة المالية قد لا تتأثر ميزانيات دول مجلس التعاون هذا العام. حتما هذا العام لن يكون هنالك عز، لأنه بدأ انخفاض الأسعار من يونيو، وتدريجيا لم يصل إلى هذا المستوى إلا خلال الأسبوعين الثلاثة الماضية، وبالتالي فالسنة هذه يستحيل أن يكون هنالك عز. من العام القادم لابد أن تبنى ميزانيات دول مجلس التعاون على زي ما كما ذكر زميلي الدكتور علي، على سعر أقل، سعر يتناسب مع واقع سوق البترول، سعر يتناسب مع إمكانيات كل دولة. وفي تصوري أن القطاعات التي لا يجب أن تتأثر هي القطاعات الإنتاجية، أو قطاعات التجهيزات الأساسية، قطاعات الإنتاجية. قد تتأثر بعض قطاعات الدعم الاجتماعي، ولكن هذه أيضا لابد أن يكون هنالك تحسب كبير لي، لأنها مسألة حساسة لما يمكن. والدكتور ستتأثر فقط لاستثمار الوقت، يعني ستتأثر دول أكثر من دول على مبدأ أن بعض الدول نوعت مصادرها. المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية لديها أكثر من 3 تريليون ريال سعودي، هذه احتياطيات صحيح لا تستثمر بالصورة المطلوبة، لكنها حتما هذه ستعطيها نفس أطول من غيرها. لا شك أنه دول زي الكويت أيضا سيكون نفسها طويل، لكن دول أخرى مثل عمان على سبيل المثال أو البحرين هذه ستتأثر بشكل أكبر، خاصة البحرين التي تعتمد في جزء كبير من استهلاكها المحلي على ما تصدره دول الخليج لها، وهي تنتج كمية محدودة. لكن في مجمل الأمر أنا أعتقد أن هنالك شحم كبير في موازين أو في حجم الإنفاق الخليجي، وبالإمكان أن نزيل هذا الشحم عن طريق اتباع رجيم قاسي نوعا ما، بما يمكننا من أن نكون أكثر صحة وأكثر عافية في الوقت الذي نستطيع أن نوفر فيه مبالغ كبيرة. على مبدأ دكتور علي، على مبدأ شد طيب. شد الحزام، يعني هل وصلنا إلى هذه؟ مو شد، إلى هذا مو بالضرورة شد الحزام، هو ترشيد الإنفاق. يعني خليني أعطي على سبيل المثال في دول الخليج الإعانة التي تقدم للوقود طبعا لا يمكن إزالتها، لكن لابد وأن ترشد، هل تعطى للغني وتعطى لجميع الفئات بما فيها العمالة المستقدمة، أو يتم اقتصارها على المواطن؟ وإذا تم اقتصارها على المواطن هل كل المواطنين ولا فئة معينة؟ يعني لابد الدول الخليجية لابد أن تفكر في هذا، لأنه حجم الإعانات كبير جدا. المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تعطي ما يقارب 162 بليون ريال سنويا إعانة للوقود، وهنالك هدر بيتزايد معدل استهلاكنا. دكتور علي، فقط يعني وصلت فكرتك دكتور محمد، انتقل للدكتور علي على عجاله. دكتور علي، هل هناك خطوات يمكن اتخاذها لاعاده توازن للسوق والاسعار الان؟ الخطوات هذه يجب ان تكون من بتكاتف جميع الدول. ماذا يعني اذا دول اوبك اتفقت على امر ما، وامريكا وروسيا تتصرف خارج الاطار، ودول كثيره خارج الاوبك وبإعاز او بدون إعاز تتصرف في انزال الكميات الكبيره من النفط ويبقى الفائض في السوق،
يعني ما هو الخطوات؟ ان الدول الاوبك ممكن تجتمع وممكن تقرر ممكن تخفض ممكن، لكن اكو غيرك الان هدفه اكبر من هذا، هدفه التخفيض للاسعار، وبالتالي هو لديه الامكانيات ان يضخ ويزيد من عمليه ضخ النفط. اضافه لذلك الدول الاخرى اللي باوبك الان كلها طالعه من 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 قضايا مثل ليبيا والعراق، الان هي مواصله في عمليه زياده، يقول لك هذا سقف الطبيعي، يعني العراق لم ياخذ سقف الطبيعي لحد 4.5 مليون برميل، ليبيا لا بعد سقف باع طويل، ايران عليها حصار على نصف من نفطها، فبالتالي انت امامك حتى دول اوبك امامها الان يعني مجال لان تزيد من نعم. الانتاج النفط. وبالتالي بالنسبه لهذا الموضوع تكاتف دول اوبك يجب ان يكون تفاهم مع بقيه اطراف المنتجه في السوق كي نصل الى هذا. وانا اتفق مع زميلي الحقيقه على عمليه الترشيد واعاده ترتيب الامور في دول الخليج قبل ان ياتينا يعني زمان اكثر من هيك يكون احراجا للعمليه، واذا تحسنت الامور هذا زائد خير للجميع ان شاء الله. اشكرك. انا معي من دبي مستشار الاستثمار الدولي الدكتور علي الحديثي، ومن جده المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور صبان، شكرا لكما.